اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس ميدل سيستمز توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد حلقه جديده في السيريال كوميونيكيشن اللي هو اليو ارت، وهناخد تطبيق على الدمج بين الار بي بورت تشينج انتربت واليو ارت، ودي طبعا الحلقه الرابعه من حلقه السيريال كوميونيكيشن، فتابعونا. طبعا في الحلقات اللي فاتت شرحنا توصيل الكمبيوتر بالمايكرو كنترولر ازاي، وبستخدم الماكس 232 وازاي بوصله بالمايكرو كنترولر، وازاي بوصل الماكس ده بالار اس 232 بالكمبيوتر، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. ان شاء الله النهارده هناخد ازاي استخدم اليو ارت مع الانتربت. تعال مع بعض كده نشوف البرنامج اللي هنشتغل عليه. زي ما اتعودنا دي التوصيلات الاساسيه الكريستاله، الماستر كلير ده ايديال او التوصيل المثالي للماستر كلير، وتعلمنا كمان ازاي نوصل اليو ارت هنا اللي هو كوم بي اي ام، طبعا عرفنا بنجيبه ازاي. وعندي هنا اربع سويتشات هوصلهم بمقاومات، المقاومات بول اب ريزيستور، هنا الاربع سويتشات هنا موصلهم على بي 4 لبي 7. انا هشرح البرنامج بطريقتين، اول حاجه طريقه تقليديه خالص بدون انتربت، الطريقه الثانيه باستخدام الانتربت، وتعال نشوف ميزه وعيب كل واحده. فانا عشان هستخدم الانتربت وصلت على بي 4 لبي 7، فدلوقتي انا هشرح بدون انتربت، فانا وصلت على بي 4 لبي 7 كدخل عادي خالص. طبعا اول حاجه تعال نعمل سيميليشن الاول، موصل رقم واحد، البوب ريت عندي 9600، عندي 8 بت، عندي البارت بت نم، يبقى تمام كده انا موصل على رقم واحد، و 9600 ده البوب ريت. تعال مع بعض كده، اول حاجه لازم نتبع الخطوات اللي هعملها. اكون مسطب الفيرشوال تيرمينال، بفتحه عادي خالص، بروح لديفايس كرييت. هنا في الفيديوهات اللي فاتت كنت بقول الديفايس تايب كونكتور عادي، لا ده انا هستخدم نوع تاني اللي هو الدوكلايت، فالدوكلايت لازم اشتغل بالبير، يبقى اقول له هنا ايه بير، اقول له بعد كده نيكست، بيقول لي انت عايز تعمل بير بين كوم 1 وكوم 2، تمام يبقى كوم 1 وكوم 2. وادي مين شغل البود ريت عندي، كوم 1 هوصل عليه المايكرو كنترولر، كوم 2 اللي هيبقى عليها الكمبيوتر، يبقى كوم 1 هيبقى عليه المايكرو كنترولر، كوم 2 اللي هو مين الكمبيوتر، وكم واحد ده اللي شغال عليه البروتوس زي ما انت قلنا في البروتوس، يبقى كم واحد على البروتوس، يبقى انا هخلي الكمبيوتر كم 2، اقول له كده فينش خلاص. يبقى دي الخطوات الاولانيه. هروح للدوكلايت، طبعا انا كنت شغال في الفيديوهات اللي فاتت على الهايبر تيرمينال، للاسف لانه هو مجاني فقفل عندي، فالدوكلايت طبعا فري، طبعا هنقفل دي في الاول عادي. تاني يوم ده الدوكلايت عندي، باجي هنا شايفين الكم ده دبل كليك عليه، لازم اظبطه على كوم 2، لان انا احنا هناك في الفيرشوال تيرما كنا موصلين كوم 1 بكوم 2، كوم 1 في البروتوس، كوم 2 هيبقى على المين على الدوك لايت. لازم افعل سنت وريسيف عشان يبقى شغال سنت وريسيف، لازم اشوف البود ريت عندي 9600 زي ما انا كنت ظابطه في البروتوس، عندي كمان الداتا بيتس 8، ستوب بت 1 والبارت بت نم. يبقى تاني الظبطه كالاتي، انا هختار كوم 2، اختار سنت وريسيف عشان يبقى شغال تي اكس وار اكس، هظبط البود ريت 9600، الداتا بت 8، ستوب بت 1، البارت بت نم، واقول بعد كده اوكي. الدوك لايت في رن هنا ما تضغطش عليه، لا انا هضغط على تولز كيبورد كونسل اون عشان اشغل الكيبورد بتاعتي عشان اقدر اعمل سنت وريسيف مباشره. هو هيعمل مين رن اهو اوتوماتيك، هو عمل رن مع نفسه. نضغط هنا، روح للدوك لايت، اول حاجه في الدوك لايت هو ظهر كلمه مين ويلكم، كلمه ويلكم هتظهر كرساله ترحيبيه في الاول. لما اضغط على السويتش الاولاني، سويتش واحد ده الجزء اللي يهمني طبعا، فانا اعمل ايه، انا ضغطت على السويتش الاولاني، بيقول ايه this is the first switch، يعني انت كده ضغطت على السويتش الاول، هضغط عليه تاني this is the first switch، هضغط على السويتش التاني second switch. تعال نضغط مطول على السويتش التاني، بصوا كده هتلاقي ايه، ضغطت مطول وانا سبته ضغط، كل شويه يطلع لي رساله يقول لي ذس سكند مين سويتش، ارفع ايدي كده خلاص وقف رساله. طب السويتش الثالث، ضغط اهو بيظهر مين سيرد سويتش، اربعه يبقى فورس سويتش. طب ارجع الاول تاني زي ما انتم شايفين، يبقى انا مجرد من الضغط على السويتش ده بيعمل ايه، بيظهر لي رساله على اليو ارت عندي او على السيريال ان السويتش او رقم السويتش اللي اتضغط كام. نروح للكود، الكود بسيط جدا زي ما احنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت. اول حاجه انا عندي ايه، انا عندي اربع سويتشات هيبقوا كانبوت على بورت بي، يبقى بي 4 هعرفها سويتش 1، بي 5 سويتش 2، بي 6 سويتش 3، بي 7 سويتش 4. طبعا بهاش ديفاين عشان ايه ما ابتديش اتعامل مع الجزء ده في الكود، لا ده انا هتعامل مع الاسم مباشره. في الفويد مين الخطوات الاساسيه قلنا، اول حاجه بقول يو ارت 1 اندرسكور انيت 9600، خلي بالك انا كتبت 9600 لان في حاجتين، في البروتوس انا مستخدم 9600 زي ما احنا فتحنا، وفي البرامج اللي انا فتحتها 9600، فاللي انت هتكتبه في الكود هنا بحطه في البرامج خلي بالك، والكامل ستاندرد اللي شرحناها قبل كده. بعد كده انا رحت طابع جمله نصيه او جمله افتتاحيه ويلكم، الجمله الافتتاحيه دي عشان اطبعها لازم استخدم يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست، مباشره عملت انتر، عملت انتر ليه؟
عشان يكتب ويلكم وينزل سطر جديد يستقبل الجمله اللي بعدها. اعمل انتر ازاي؟ اعمل انتر ان انا استخدم الامرين دول مباشره تحت ويلكم على طول، يا اما في نفس السطر اقول ويلكم باك سلاش ار ان باك سلاش مين ار. فالموضوع دلوقتي ان انت عشان تعمل انتر يا اما تستخدم الامرين دول مباشره، وانا الغي الجزئيه دي كده يبقى هيعمل انتر واشيل ده وفعل دول، يا اما ارجع كده تاني واسيب دول والغي السطرين دول بدل ما اتعامل مع سطرين زي ما شرحنا بقول في نهايه الجمله النصيه بتاعت اللي هطبعها باك سلاش ان باك سلاش ار ده يعمل نيو لاين وكارج ديتين عشان ينزل سطر جديد. ما انساش تريس بي عشان اعرف من بي 4 لبي 7 كانبوت، واقول بورت بي بيساوي 0 في البدايه عشان ايه؟ يصفر، لان انا مستخدم 4 بت كاوتبوت يصفر دول. هروح في داله 4 هعمل تشيك على السويتش، هقول له اف السويتش 1 بيساوي يساوي 0. ليه قلت يساوي يساوي 0؟ لان انا عندي اصلا الديفولت يبقى داخل 1، هعمل تشيك لما اضغط، لما اضغط هيبتدي يدخل 0. فاقول له اول ما يدخل 0 اول حاجه اقول يو ارت 1 اندر سكور رايت اندر سكور تكست من دبل كوتيشن ذيس از ذا فيرست سويتش، اقول له باك سلاش ان باك سلاش ار عشان انزل سطر جديد، او ممكن اخد مين او اطبع دول هنا كده مباشره، اخد الخطوتين دول احطهم تحتها. ما انساش اعمل ديلي 500 ملي سكند. ليه؟ عشان اضمن اليوزر ان هو ضغط ورفع ايده، لكن لو انا شلت الديلي ده هتلقى بيكرر الرساله النصيه على طول على اليو ارت زي ما احنا شفنا كده. بصوا كده معانا هنا لما انا اجي ضغط على سويتش واحد كده اهو ضغط، بص كده الجمله النصيه بتتكرر على طول. ليه؟ لان الزمن اثناء الضغط انت خدته اكتر من 500، فلا هي مباشره اضغط ارفع ايدي يبقى سكند سويتش مباشره كده يطبع لي الجمله مره واحده. فانا بحط 500 بحيث ان انا اضمن ان اليوزر ضغط ورفع ايده، تمام؟ لو اقل من كده خليتها 100 او 50 ملي طبعا هيبقى اليوزر ما زال ضاغط والجمله النصيه دي هتطبع اكتر من مره على السيت. طب لو السويتش 2 بيساوي 0 يساوي يساوي 0، خلي بالك لان بعمل ايه؟ كومبارزون هنا مقارنه. نفس النظام هقول له يو ارت 1 اندر سكور رايت اندر سكور تكست ده السكند سويتش، ما انساش اعمل نيو لاين وكاريج ريتيل واعمل للديلي نفس النظام، وهكرر النظام ده مع سويتش 3 وسويتش 4. ده الكود ببساطه. دي الحاله الاولى من مين؟ من البرنامج النهارده، او الطريقه الاولى ان انا استخدمت السويتشات بطريقه عاديه. طريقه مين؟ عاديه خالص. قلنا ان انا بستخدم ديلي، فالديلي ده في البرنامج بيعمل لي مشكله، فنفترض في نفس التوقيت انا عايز انفذ حاجه ثانيه يبقى لازم الجا للانتربت. يبقى زي ما احنا شفنا هنا ان انت اثناء ضغطتك على السويتش ده مثلا اهو ضغطه طويله وليكن كده علقنا السويتش، هتلاقي ايه؟ هيبتدي يكرر الجمله على طول. لا ده انا عايز اضغط، حتى لو اليوزر طول في الضغطه طول في الضغطه كده يظهر مين؟ جمله واحده على السيريا. يبقى تتعمل بايه؟ تتعمل بالانتربت. يلا بينا نشوف الحاله الثانيه من نفس البرنامج باستخدام الانتربت. الحاله الثانيه في البرنامج او في نفس الكود مفيش اختلاف خالص، هنا هو نفس البروتس عندي. ما انساش تاني باكد هشوف السيريال هنا انا موصله على كوم واحد، ده معناه المايكرو رولر متوصل على كوم واحد والبود ريت 9600. هنعيد تاني ازاي اتعامل مع البرامج عندي. اول حاجه اتفقنا بفتح الفيرشوال تيرمينال، بروح لديفايس اقول له كرييت، هنا بختار بير، وقلنا ان اليو ارت او جهازين بيتوصلوا عن طريق اليو ارت باستخدام بير. نيكست المايكرو كنترولر في كوم واحد اللي هو على البروتس، كوم اتنين ده اللي هظبط بيه الدوك لايت عندي، اقول له البودريت شغله طبعا مفيش مشكله فينش كده، هو وصل كوم واحد بكوم اتنين. انزل دي ما اقفلهاش، لا انزلها كده مينمايز، هروح للدوك لايت. الخطوات كالاتي، هضغط هنا على كوم اتنين دبل كليك، افعل سنت تو ريسيف، ولازم اظبطه على كوم 2 زي ما انا ظبطته في البرنامج بتاع الفيرشوال تيرمينال 9600 البودريت، لان ممكن تضغط كده هتلقى في بودريت كتير قوي الانواع الستاندرد اللي احنا شرحناها قبل كده. اختار 9600 8 بت دي الداتا الاستوب واحد البارتي نان، واقول له اوكي. بعد كده لو انا صغرت ده وعملت كده هنا زوم على جزء السيريال مع السويتشات هنا كده، ده جزء السيريال مع السويتشات بس، اعمل كونسول اون عشان اعمل سنتر ريسيف عشان الكورسر ده يظهر، لو ما عملتش كده الكورسر مش هيظهر، تمام؟ اول حاجه هعمل رن هنا كده. في البدايه حتى لما ضغطت رن مفيش كلمه ويلكم، ويلكم ما ظهرتش هنا زي البرنامج اللي فات، في الحقيقه انا شلتها وهتعرف السبب دلوقتي انا شلتها ليه. تعال نضغط على اول سويتش، بيقول لي ايه؟ This is the first mean switch. This is the first switch. لو ضغطنا مطول على السويتش كده هنلقى ان الجمله اتطبعت مره واحده، حتى لو انا ضغطت مطول زي ما انتم شايفين، ارفع ايدي مش بيعيد تكرار الجمله، اضغط على السويتش الثاني يبقى سكند سويتش سكند سويتش، ثالث ادي الرابع اول، نضغط على الثالث مطول هنلقى انه طبع الجمله مره واحده، نرفع ايدنا ما عملش حاجه. يبقى الجمله بتطبع امتى؟ مع بدايه ضغطتي للسويتش، مع بدايه الضغط، تمام؟ نروح للكود،
طبعا في الكود هنا انا دامج بين اليو ارت والانتربت، وعشان كده لازم عشان تفهم الكود ده لازم تبقى سامع حلقات الانتربت كلها وحلقات اليو ارت. اول حاجه عملنا انيشاليزيشن زي ما شرحنا 9600. طبعا انا مش تابع الجمله الافتتاحيه، هقول لكم ليه دلوقتي. خلاص قلنا طول ما انت مش تابع الجمله الافتتاحيه نيو لاين ملهاش لازمه في البدايه. عرفت طبعا ان بي 4 لبي 7 كانبوت ومصفر بورت بي في البدايه. طول ما انا هستخدم ار بي بورت تشينج انتربت يبقى انا هستخدم من بي 4 لبي 7، يبقى هستخدم من بي 4 لبي 7 انتربت اللي هم دول. عشان تستخدم ار بي بورت تشينج انتربت يبقى لازم استخدم من بي 4 لبي 7. عشان كده حتى في الكود في الاول في اول الفيديو انا استخدمت من بي 4 لبي 7 بس. وقلنا عشان استخدم الانتربت بظبط الجلوبال انيبل انتربت والار بي انيبل ات، يبقى بظبط الجلوبال بخليه بواحد والار بي انيبل انتربت انتربت انيبل اللي هو البيت بخليته بواحد. وقلنا قبل ما اظبط دول عشان ما يحصلش معايا مشاكل، والكلام ده شرحناه في فيديوهات الار بي بورت تشينج انتربت، لازم اشيل الديس ماتش في البدايه في الفويد مين. برضه بشيل الديس ماتش ان بورت بي بحطه في متغير اسمه اكس، والمتغير اكس ده ما يتعرفش قبل الفويد مين. لا ليه؟ لان انا هستخدم داله الانتربت، فطول ما انا هحط داله الانتربت كمان فلازم يتعرف فوق قبل داله الانتربت كمان، لان هيعاد استخدامه في داله الانتربت، فلازم يتعرف فوق. لو انت عرفته هنا ورجعت تاني استخدمته في داله الانتربت هديك ايرور. يبقى اول حاجه شلت الديسماتش المسماتش ان انا قريت بورت بي، هروح اصفر الفلاج الخاص ببورت بي، يبقى ار بي انتربت فلاج اندر سكور بت بيساوي زيرو. بصفر مين؟ صفرت الفلاج كده عشان ما يدخلش الانتربت في البدايه. هيدخل الانتربت ليله لما اضغط على السويتش. طبعا هو الواحد انا عامل سليب مود اي اس ام، يعني اسمبلي سليب، يعني ده انستراكشن بتاعت سليب بيدخله جوه السليب مود. في ميزه هنا عن الكود اللي فات ان انا اول حاجه بوفر في الباور، طول ما انا مش بعمل حاجه دخلته جوه السليب كده هو هيوفر في الباور. ده اول ميزه. هروح لداله فويد انتربت، فانت اول ما تضغط على السويتش هيروح داخل جوه داله الانتربت. داله الانتربت احنا شرحنا بيتكتب بالشكل ده. هروح اسال على الفلاج، الفلاج بيساوي سا واحد، معنى كده ان حصل تشينج على بورت بي. تمام، بفتح قوسين، اول حاجه بشيل الديسماتش، بصفر الفلاج عشان تكرار الانتربت مره ثانيه. بعد كده بروح اسال على السويتشات، هل السويتش الاول هو اللي اتضغط؟ اول ما اتضغط معناها بيساوي سو زيرو. ليه؟ لانه هو ديفولت داخل واحد، فلما انت تضغط في بدايه الضغط يدخل زيرو، بدايه الضغط يدخل زيرو، مع رفع ايدك مع نهايه الضغط يدخل واحد. يبقى اول ما ابتدي اضغط كده في البدايه هيبتدي يدخل زيرو، اول ما ترفع ايدك هيروح داخل واحد. وقلنا طول ما الهاردوير بول اب ريزيستور كده والديفولت داخل واحد، يبقى المفروض اسال في الكود على السويتش لما يبقى بزيرو. خلي بالك من النقطه دي، احنا قلنا ليه في الفيديو الخاص ببارت 2 ار بي بورت تشينج انترب، اسال على السويتش لما يبقى بزيرو. يبقى بزيرو يعني بدايه الضغط. اول ما ابتدي اضغط هعمل ايه؟ هروح اقول له يو ارت واحد اندرسكور رايت اندرسكور تكست، اقول له ذيس از ذا فيرست سويتش. وما انساش طبعا اعمل النيو لاين وكارج ريتيرن عشان يستعد يطبع في السطر اللي بعد كده في الامر اللي بعد. نفس الكلام هيتكرر مع سويتش 2 وسويتش 3 وسويتش 4، بحيث ان كل سويتش هيطبع جمله نصيه واحده. طبعا انا مش مستخدم الاقواس المبعده اللي هي دي مع اف هنا. ليه؟ لان هي انستراكشن واحده. طول ما هي انستراكشن واحده يبقى ينفع تستخدم الاقواس او ما تستخدمهاش، مفيش مشكله. لو اكتر من انستراكشن يبقى لازم استخدم الاقواس بتاعتي. هنا اف دي مستخدم معاها الاقواس دي عشان انا متكاتب اكتر من انستراكشن، لكن اف اللي هنا انستراكشن واحده، يبقى ده كله امر واحد، يبقى مش محتاج استخدم اقواس عنه. تمام؟ ليه انا شلت جمله ويلكم في البدايه؟ تعال نعمل بلت كده بالشكل ده. انا هرفع كده المسجز عندي بلت، ما طلعش ايرور اهو. تعال نحط جمله ويلكم هنا اللي هي في البدايه، الجمله الافتتاحيه اللي في المين في البدايه. تعال نعمل بلت، طلع لي ايرور. الايرور ده بيقول ان في مشكله عندك في الاستاك. المشكله دي جت من فين؟ داخل داله الانتربت انت مستخدم الامر اسمه يو ارت واحد اندرسكور رايت اندرسكور تكست، دي فانكشن. تمام، فنفس النظام انت مستخدمها في المين اهو عشان اطبع الجمله الافتتاحيه اللي اسمها ويلكم. لو الداله دي موجوده في المين ورحت انت استخدمتها في الانتربت بيحصل كونفليكت عنده. الكونفليكت ده بيحصل تداخل، بيقول لك ان عندي الاستاك فيه مشكله، لان زي ما قلنا قبل كده انه عشان يدخل الانتربت بيعمل استاك للادرس والحاجات دي وخطوات كتير كده، فبيحصل كونفليكت معاه، مش بيبقى عارف الادرس بتاع الفانكشن دي كام ودي كام، بيحصل تداخل. فدي المشكله بتبقى في البيك 16. لو انت هتستخدم الداله دي في الفويد انتربت يبقى مش محتاج تستخدمها في المين. لو انا عايز اطبع الجمله الافتتاحيه دي واستخدم الانتربت برضه، تيجي السطر ده تشيله من هنا واستخدمه في المين. هستخدمه في المين ازاي؟
اقول له خلي متغير جديد اسمه سي ان كي واحد مثلا، اول ما السويتش ده يتضغط يبقى بواحد. يبقى اقول له متغير جديد هيبقى بواحد امتى؟ لما السويتش الاولاني يتضغط. اجي في المين تحت، اجي في المين تحت، تحت سليب كده او قبل سليب مش هيفرق معايا. اقول له لما السويتش او المتغير اللي اسمه سي ان تي، اسال عن المتغير واحد بيساوي يساوي واحد، اروح اعمل الجمله دي واكرر الكلام ده كله على باقي مين؟ على باقي السويتشات. وما انساش اعرف المتغير ده فوق بانسايد كاركتر فوق ودي قيمه انيشال كام؟ زيرو. يبقى الكلام ده طبعا انا هشرحه في الفيديو اللي جاي، لان هناخد مثال اكبر من كده شويه وهيتشرح الفكره دي في الفيديو اللي جاي، فانا مش هعملها هنا. كل اللي انا هعمله ان انا مش هطبع الجمله ده طبعا مين؟ الكود الاساسي. وما انساش ان الجمله الافتتاحيه دي هشيلها مش هطبعها عشان ما يحصلش عندي الايرور اللي احنا شفناه. يعني شوف كده هنا مفيش ايه؟ مفيش ايرورز. نروح للبرنامج بتاعنا، ما انساش ان انا عامل رن. لو انا عملت كلير كده كلير وعملت ستوب ورن من البدايه، انا مش عامل مين؟ جمله ويلكم مش ظاهره عندي لان انا مش طابعها، مش حاططها في الكود اصلا. نضغط على السويتش الاول، فيرست سويتش اهو، سويتش الثاني، ثالث، رابع، نضغط ضغطه مطوله على الاول، طبع الجمله مره واحده لان هو دخل الانتربت مره واحده. ودخل الانتربت خلي بالك اول بدايه ضغطه السويتش اهو، كده دخل الانتربت بدايه ضغطه السويتش طبع الجمله. ارفع ايدي، هو دخل الانتربت فعلا المره الثانيه في حاله الرفع بس ما طبعش حاجه. ليه؟ لان انا بسال على السويتش في حاله واحده اللي هو بيساوي زيرو يعني في بدايه الضغط، اما في نهايه الضغط يرجع يدخل جوه الانتربت ما يعملش حاجه، لان انت مش بتسال على حاجه في حاله ان انت بترفع ايدك. ان شاء الله في الفيديو القادم هنربط بين ال LCD واليو ارت والانتربت والديجيتال انبوت والديجيتال اوتبوت، وازاي اعمل كنترول من اليو ارت ومن الهاردوير عندي عن طريق السويتشات. تبقى حلقه فيها دمج كده بين اكتر من حاجه. ولو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسيبوا لنا رايكم في التعليقات او اي استفسار انتم محتاجين. شكرا جزيلا.